يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعين قجر بيع الثمر ملها يزرع اي بنتي سي اي نكوشرني مرنوا اسبابها نفلوه كوين تقالاني مرنوا اليسو حقا لقو اقعذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر بيع الثمر ملها يزرع اي بنتي سي اي نكجرني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز ما بنانا بيع الثمرات مليه ليبيا المنفردة ككلدة هيد عن الشجرة جادة مطلقا أيضا الله إطلاقي أي عن شرط القطع قوين شرط تيد أيضا الله إطلاقي أو يقوص أن لا أرنين إبكاد ما بنانا إلا بعد بدو صلاحها أي إلا بعد ظهور صلاحها انتي وانا جاد ومغضي دبديد مو يعني ملها بل قودهان شرح وين فهم دون ايام ملها مركة لايبين ايو هدي هورتو جاد ايام ملها ليسكو ايبين ايو ايو ودب منها عمر هدي جاد الله سعوتو شردي قوين يا شردي كو ريبيد يا كو أوليد يا ميكا سواي كو بنانتاي قبل البدو يا بعد البدو بدو صراحة يا قبل يا بعد وانا واكو بنانتاي لكن مرها دي انجي دي لراعينا اننا مريه او كل يوم لايبين ايو وحي لا يرها دي انتي صراحة دي وانا قوضو ومغضي اي تهي اي بسلادين مطلقا waa la iibin karaayo iga goosa iyo ha ku yeelan iyo midnaba ayadoo la oranin bay iibkooda ansaxaya laakiin qabla buduw salaax wanaagoodu intaan muuqanin inay wada bislaanin eeg wuxoogay bislaadi waa jiraayo de waa la intifaacsanaya hadii la goosto hadii aan hadii la goosto la intifaacsanayn de iibkoodu ma ansaxayo ee markan qabla buduw salaax la iibinayo iyagoo wanaagoodu muuqan waa inay intifaac leeyihiin oo la cuni karaya hadii markaa intaan bislaanshahoodii wada dhamaystirmin la iibinayana kelidoodna ay yihiin waxay leeyihiin keliya waxa lagu iibin karaa un waan kaaybiya bishardi iga gooso laana waxay leeyihiin marka ay bislaadaan ayagu caahada iyo aafooyinkii iyo dhibaatooyinkii hamada iyo aamin bay ka yihiin لكن مر هدان يساني هو ذا بسلانين وحي أبيا لنا ما عرضويهين إن فساد وكي ما داء مقب وكفر إساء مقل الكفر إساء أي مركع حماضان ساد رادد وحا لقوي بن كرهو كايبي بشرط إيقا قوصا هرتو إن دو كان لي وإنتا وحن مركع شيخ لي ولا يجوز بيع الثمرة إلا إبيا مبنانا المنفردة عن الشجرة إيقاد كيك لذا هاي أنقاد للا إبنين مطلقا إن أيضا مطلقا أي عن شرد الغدع الشرد أي يقوص أيضا للراعين إلا إبيا مبنانا إلا بعد بدو صلاحة أي بعد ظهور صلاحة ولا قادوا أنتم مغضيد بديد مياني مر هدو وانا قاد موغضو مطلقا هو لقو يبين كرا لكن هدي أن وانا قاد يبسلا شو دي ودا قارين شرد إيقا قوسا أيوما لقو يبين كرا يعني إلا نحل قال لا يبين كرين شرد إيقا قوسا شما ويعني يعني
وحي يدري الشريعة دول حديث بخاري مسلم يوريني أنها عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعدي إذا منها إن لا يبيع إلا وراء قوض مغضو نهى البايع والمبتاع كيبين يكيب سنة يبا وودي إذا حديث قال يسأل لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه العاهة هاي مننا منها إلا وراء قوض مغضو هذه آفذنا أي كتكتو يعني كوا سيودي لي شدري وحي لي المرها دي وانا قود مقدع هذي فذي امين بيكيهينو ان لقود دايو يين لسكيد لاقا ايه شردي قويل انتا وغال اسرعين كرا لكن مرها دي وانا قود مقنن وحي ابايا لان فسادو وان شردي قوصة شو لرعي ايو قوصة وهو هذا ما بدو صلاحه وانا قن مقشديسو وانا قانان حالد أي أصوب بميار غالبا إلا عنه هذا وهو فيما لا يتلون وقحي أن مذبوا بين وإنتها وحالها إنه قال إلى ما يقصد منها غالبا إنت بدأ سيئا لوغا قصيو يعني ديادا لوغا قصيو وإنه قال كحلاوة غصب وعلى سنقر كمعان كيس وكرة وحموضة الرمان الرمان كوكرة دنان كيسي والليني تيني تينكا شريع عيسي وكرة وي وخضر دقار كود يعني ماذا مصر أيان مركي بسلانة يعني أما معان كودة أيان لدريبا ماذا ما دنان كودة أما ويتش العام وفيما يتلون وحي ماذا بابا يعني ماذا مركي يسوكو بسلانة يعني بأن يأخذ وينه كذا قرار في حمرة عسان أو سواد أما مذو أو صفرة أما صفراء يا مركي دي وينه ماذا بكا مركي شلاء مهرودة وينه نقضى كالعنابي سعنابكي أو عميد عص وخضر مرك عصات مرك اللعنة يوم والإجاسي إجاس كنا يسونا وامد مذوب هذا مرك اللعنة يوم والبلح بلح ينوى حويا ملاه أنت مرت أنت أنا يسيف عن أبس لانين أي عام إذا أكر أيهين وصدا أم لا قبل بدو صراح أنت أنا ونا قوض موقنين هذا الكلام ما يصوص عضو توضيع وقد نقر يا مو يا نحوم كورأي وصو شاكي فلا يصح بيعها مبنانا إلا يبيو مطلقا يعني ضدوبة هامبا لا من صاحب شجرة كي قدرها إلا يبيو ولا من غيره مدكرا إلا يبيو غير كي إلا بشرط القطع شرط يأيك قوس موياني وهذا قد منفردة كتحي وحكا لو شرط يوليبا وحاسرا وحلا انتفاع سنقر يولا عنكرا يوائنا يهين هدي آري انتفاع يعنيد آري لهين إيبكوذ وأيك ما أنصح يو هدي للراعين يا أصل كي يجد للراعين يرى بلا شرط القطع ويكون صحي صا سواء نوح يسكم إذا جرت العادة عادة ذاتك سيكس عطيا بقطع ثمرة منها إن لقوصة أيضا شرط القطع للراعين أم لا عادة ذات ساكم يسع لنا إبكى أن سعيتان جيسا مركا منها قبل بدو سلاح لإبنيه وحا شرط إن للراعي يقول ولو قطعت شجرة هذه الشرع عليها ثمرة من أي كوية الآن وتاوي نقص هذه وأمرك جاد قائمتها هي جاد كقطع تاجنت هاي ولو قطعت شجرة عليها ثمرة هذه الشرع جاز بيعها إلا يبيع بنام بلا شرط قطعها أيضا للراعين الشرط جوين تيدا أيضا للراعين إلا يبيع ويبنام تهاي لأنه مريه ذاك بس باقي هريان با إن داسي أدرس كأنه هرية إذن ولا يجوز مبنى نبوري بيع الزرع الأخضر يعقرنا إلا يبيو في الأرض الكسوغن إلا بشرط قطعه إلا الرعية الشرط قوين ديس أو قلع يبفو جين ديس موياني فإن بيع الزرع مع الأرض هديل لا يبيو أو منفريدا عنها ميسوكي كليا بعد اشتداد الحب لكن انت أحبادي فرقة أتكاضي كهذا بلا شرط شرط لأنوى بنايه ومن باع ثمرا أو زرعا كيبيا لم يبدو صلاحه وراجي سؤال مقنن لزيمه وحك واجه سقيه ورابيه قدر ما تنمو به ثمرة قدر أي مركا كوكب عيسو وأي كبق ليس منهم أو وتسلم أي كان وتسلم أي كان بدقلي علي تلف لما شو سواء وحيسك وذا خل البايع بايع أكل نحب حيام بين المشتري كان يبسدي والمبيع شيء كيبي أو لم يخلي مكر نحب حيرا وإسكمد وحشاق الله رحمه الله تعالى ولا يجوز
ما بنانا بمعنى ما انصح يا بيع الزرع الاخضر زرعي عقارنا ايبن دي سو ما انصح يو بمعنى زرع اني وحو كدغي هي لميد مريحي ميرو هدي جيت كو يالين جيدي وحو غدغان دولكا مركا هدي لا ايبيو وكر الا بشرط قطعه او قلعه وحل لغو ايبن كراون مر هدو مركا يهي اخضر او ولي بسلانشي سي انو ودا دميسر من كليه وحل لغو ايبن كراون الا بشرط قطعه شرط اغوص او قلعه اما فجنديس شرطيده موياني مر هدي او دولك منفرد كيهي او دولك ان لا ايبنو لا راعينين أخضر رؤية هي وليبا أنو سبع عنوضة بسلان لكن وحلا انتفاع سر يوية هي ما بنا نيبقي سئلا بشرط قدعي شرط يقوص أو قلعي مو يعني وعسيني فإن بيع الزرع مع الأرض هذه زرع دولك للي بيو أو أما منفردا عنها وككلية هي او زرع يوكليا اللي من دولك انو لسعوني لكن وبعد اشتداد الحب اندى حبدي يفرق اتكاضي اي انو مركا وحبايم كميشن وكسي يلا انو قبا هنين جهاز بلا شرط شرط الان مركا هو اسكبناي هاي وايضا شرط قوص رشان لورالين واسكبناي هاد عهاتك افاتك امن بكي هاي ومن باعك ايبيا ثمرا ملو او زرعا بو ايبيا لم يبدو صلاح وناقي سؤال مقنن لكن بشرط القطع بادئويا ليلك سوكو انسحي ثمر اي زرع وناقيس ولا مقن لكن لعوني كريو ايا بشرط القطع شرط قوينتي هيد ايو كويبي لزيه سقي وحا واجب كائن ورابيو لانه انتو ميشا ويا لانو قف قاسي قوسني وينا دي ورابيسا او كي مركا يبيه وين ورابيا لانه وحا لقربا قفقا شيقو قفقا كي يبيه سو انو ديبا ماها دي ديبا دم يستركا دي اي كميتا هاي ورابين تاسي او قدر ما تنمو به ثمرا وحانو ورابين قدر اي كو كبعي او اي مركا كوبا حيسا ملوهم او تصمو عن التلفي اي مركا كغنبت جريسو ديبا شو hadii waraabintii markaa ka daayo oo sida dabeetada ku dhinto beeci waa fasaqmaya ninkina lacagtiisa buu leeyahay sawaan waxa isku mida khallal baayicu baayicu u kala dhexbaxya oo takhliyo u sameeya bayna mushtari wal mabii kiibsay waxaanu iibsay midaha u kala baxya ama zaraca aw lam yukhalli an uma kala dhexbixina ma labada xaalada إلا إن إساق أيو مركا أما دولكي سيكويا لا أما جيدي سيبوكويا لا أما ننكي هاي لذواء كاسك غوصو أما ياركوبة وريشين نو تخليه دا أمو سمينيني لما تشيربا إنو ورابيا واجب بيكوتاي هدي أنو مركا دي أهين كوي مركا عروق دا مركا اسكو عبايي أنو أهين إوا وحي ورابك أباهنا ولا يجوز ما بنانا بيع ما فيه الربا وحربا اي كسو غندا ان لا ييبيو بجنسي ان لاغو ييبيو رضبا نيسغو قويان ما بنانا بسكون طاء المهمله طادا ان دبعد لهين او لا ريبو لا رضبا واشار بذلك كان وحو كو اشاريا الى انه يعتبر وحا لو اعتبارنيا او لا فيرينيا في بيع الربويات وحيالها الربادو قشة مركة اللي يبينيو حالة الكمالي حالة دو كامل نقضيه ودمي سرمو ايو الساق ايالو اعتبارنيا او فلا يسيع مثلا ما انصح يبيع عنب بعنب عنب عنب لقو يبيو ثم استثنى المصنف وحو كسور مما سبق قوله ولادي سئل الله بنا عنه مويان فإنه يجوز وحا بنان بيع بعده ببعض لقوي بيو قبل تجبينه انتان جبن لقدقين وأطلق المصنف اللبن عنه وإلا غيوف شمل وحد بيتنكوب صدي الحليب كوي لسكاها والرائب عيرتي والمخيضة يكوي مركا أيضا إن برعتك لقصاري والحامضة كوي دلانا والمعيار وحا معيار كيسو يهي ألا تبيع كيسو في اللبن عانها الكيل واميسك حتى يصحو
waxaan saxaya bay'u raayibi ciirti oo bil xalibi lis lagu iibiyo kaylan iyo miis wayna fawataa haba ku kala tagaan wasnan miisaan ahaan haba ku kala tagaarin. وعن شيخ الله رحمه الله تعالى ولا يجوز ما بنانا بيع ما فيه الربا شيء الربا اي قشو ان لقوي بيبي جنسي دوار هاشنكي وعن مطعوما ذي لقودنا ايي اللي وحيرها سامرقا دي قيانكو كسور تقرى ايي ما بنانا شيء اي ربا قشو راشكي بجنسي مد جنسي جيسا ان لقوي بيو رضبا نيساقو قيان ما بنانا او رودب رودب لوغي بيو عينب عينب لوغي بيو هيلب هيلب لوغي بيو اما تيمير يا رودب ليسكو اما عينب يا زبيب ليسكو بي عرايدا ايدا اي كسوريبان مويانين بسكون طاء المهمله رطبا وقيا و هو كغه احتراز يا رطب او مرق حالدا شراده تيميرتو اي اوغو مودكا اي مرق دحانكا بدنتايا. وأشار بذلك هذا كاو حكوي إشارة يا شيخ أما كنت المامية ولا بيع ما فيه ربا بشيء رطبا وحكوي إشارة يا إلى أنه يعتبر وحلو اعتبارنا يا يلا فيرنيا في بيع الربوياتي أشياء الربويات يا مركل ليسكي بري حالة الكمال حالة دا أي كاملوبان أي استاجان يعني هل كدافين أي الله اعتبارنا يا مركل ليسكي بري او فلا يسيع مثلا ما انصح يو بيع عنب بعنب ان لغو ايبيا ما بنانا حمدنا وارنتنا وها ويه حديد اصحاب السنن اي ورينيان يعلم فر بدن او كلين ايا نبي وها لا ويديا عن بيع الرطب بالتمر ان رطب تمر لغو ايبيو رطب هو مركن اي حالده شرات تمرتو مريسو ee ay wada muudka ee dhacanka tahay inta badan de dhulka timirta u baxda ayun baa laga helayo talaagada lagu haya marka uu muudkaasi ka baxana timir bay noqotay sida inaga inagu soo gaadho oo way seegto halka ma dhaafayso marka kale laakiin waa wax kuuskuusan oo marka wada muuda hadaa waxa la yiri rudabka timir ma lagu iibin kara dabeed nabigu wuxuu yiri ayun qas ayan qas rudabu ila jaffa oo rudabkani markuu qallalay ee muudkani dhacanka fara badan ka baxo ma nuqsaamaya qalu nacam haba yilaadeen qaar wuxuu yiri falaa idan hadaba ma banaana waayo kiilo rudaba iyo kiilo timira markaad isku iibiso ee rudabkani intu muudki dhacanki ka baxo wuxuu hadhowta noqonaya nuskiilu noqonaya ilaa hadda muudkana markaa miisaanka u sameeyay deetana waxay noqonaysaa inaad isku iibisay nuskiilo timir iyo kiilo timir inaad isku iibisay ayaa soo baxaysa. Warkii nabigu sallallahu alayhi wasallam ninkii uu Khaybara u diray markaa inuu ka soo qaado timirti iyo kharajiga u diray waa ki timir wanaagsan la yimi markaasa wuxuu nabigu ku yiri akulu tamr khaybar hakada janib timir markaa aad walaasoo janib la ilaabu leey markaas uu timirta khaybar oo dhami ma noocana rasuulillaah ya rasuulallaah ma yataliidata ayaanu markaa in labadeeda saac ayaanu hal saac oo tan wanaagsan aan soo siiya ama saddex saac oo tan xun aan hal saac aan soo siiya oo saasan tan wanaagsan ku keenay برخسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تفعل كذا ساها صبين تمرتا محونا إذا دوغا هيسة تأييبي يدراهم سي كدب تنوانا اكسر دوني سيها درسو إيبسو لأنه شيء مرها دور ربوية هايوسك مدية هايوسك جنزية إن لك كالبادية مبانان وإن إسلاقهين دهب كي لما كالبادين كره دو مركا دميد بالي مجدد يهي وإن إسلاق ميسان يهي haddii kala qofku waa inuu dahabkiisa baaliga iibiya kii Cusmaan markaa gaar u iibsada oo aan la isku iibin mar hadaan isleekeyn yani raashinkina saaso kala weeyin marka mar hadaan isaan ifalaayo siic midan bay'u cinabin bi'inabin cinab cinab lagu iibiya ma banaana laana hadhowto uu kala mid weynaanaya hadhowna uu kala yaraanaya thumma sathana al-musannifu mimma sabaqa waxa ino soo horo maray waxa uu ka soo reebay
qowlo oraysa ila labana shay ay riba gashay jinsigiisa isoo qoyan laguma iibin karaa ila labana caanaha mooyaane oo fayna wujus waxa banaan bay'u ba'di bi ba'd barki barka kale in lagu iibiyo ayaa banaan laakiin marka la isku biiray way inis leegihiin way ina waqti loo qabannin way in la kala qaataa qabla tajbini inta an chubni laga dhigin ee ay caanahoodi caadi yihiin ee aan la farsamaynin ilaan chubni waxa la yiraahdaa ma jumida min al-laban wa sun'a bi tariqa khaasa wa caanaha la fariisiyay innaga imiga waxaan inuu isticmaalno mooji wacyiin ma garanayno maray qasacada inoo gu jira wacyiin ma garanayno laakiin caanaha marka la fariisinayo dariiqa khaasa ba loo fariisiyo waliba wax unfaxa la yiraahdaa lagu soo unfaxaduna waxa weeye neef yar oo dhashay ayaa inta caana laga dhargiyo ayaa dabeetana la qalayaa calooshiisi waa la soo saarayaa caanaha marka calooshiisa ku jira maada marka waxa ka soo baxaysa khamiirinaysa oo caanihii lagu daray lagu fadhiisinayo unfaxada ay sheegaan waa taa marka dariiqa khaasa baa loo sameeyay ma qabla tajbiiri indaan jubni laga dhigin oo marka jubni iyo aqid iyo masal ka layraayay marka qaababka loo falsameeyo in la isku iibiyo ma bannaana laakiin inna farsamooyinka loola imanay caanihi caadiga ah yihiin waa la isku iibin karaa oo caana geel caana ari waad ku iibin kartaa oo caana lo'aad waad ku iibin kartaa oo iyagi waad isku iibin kartaa marka waad laqal musannibu sheekhu waad laaqay allabana caanihi oo waxba kumu qeydin caana un buu yidhi fashamala dabeetana caanaha uu sheegay wuxuu shamiliyo soo galay uu koobsaday الحليب عنه لسك أها والرائبة الرائب وحلها اللبن الذي مخضى فخرج زبده وعانها انت اللولي دم يترى برعد كيس صوب حي أي علينا هذا والمخيضة مخيض كاللبدي سام واللبن الذي استخرج زبده وكال لقلب حي سقر برعد كي marka raayb iyo makhiid ay waa isku midna waa noqon karaan yaani waxa kale noqon karaan midna waa kaal la lulay ee uu soo baxeen laga saarin ee makhiidkuna wuxuu noqonayaa ka marka isaga yaan laba lulayne laakiin laga saaray een burcadkii laga saaray ama waa isku midba marka waxa banaayn la yahay wuxuu shamlay al xaliiba wal raayiba wal makhid wal xamid ay ku dhanaana xamidku waa dhanaanka caadiga ah in dhanaana yaani waa la isku yimin kara markaas oo ayaga nooc ka soo ay caanu yihiin waa la isku yimin kara waa xaalada ma dhaafayaan ayuu wal miyaaru miyaarka iyo waxa lagu beege ee lagu iibiyo fi labani caanaha al kaylu waa miis caanu miisaan ma leh laakiin caanaha waxa wax lagu beegee lagu iibiyo waxa weeye waa miis micyaarna waxa la dhahaa waxa wax lagu beegee lagu iibiyo shayga micyaarkiisa waxa la dhahaa waxa lagu iibiyo lagu beegaa waa tirin waxa la dhahayaa waa dhudhumin waxa lagu oranayaa waxa weeye waa miisaan waxa lagu waa miis micyaar waa waxa wax lagu beegee lagu iibiyo wal micyaaru fi labada alkaylu waa miiska hata yasuhu waxaan saxaya bay'u raayibi caanihi ciirta ahaa oo bil xaliibi caana lisa lagu iibiyo kaylan miisaan oo galaan iyo galaan way inta fawataa wasnan xagga miisaan ahaan marka miisaankii la saraaba ku kala tagaane leanno micyaarkoodu waa miiska faslun fi axkaami salami salamka axkaamdiisii ayuu u baab yahay baycul acyaan buu sheekhu inooga soo baxay halkeena baycu dhimam ayuu inooga gelayaa oo bay'u shay'in mawsuufin fi dhimma kiiwna soo yidhi weeyo isagaa sheekhu inoo qeexi doonaa salam waa qof lacag bixinaya oo qof gale lacag sii siinaya kusii horumarsanaya oo wax ka doonaya inuu u keeno waxaa la kala iibsanayaa ee mabiicda ama muslimfiiga waa shay aan meesha oolin laakiin la tilmaamayo lacagtiisiina waa la sii bixinayaa salamkaasaa la yidhaahdaa
وعلى وصل أيضا قرآن قال لي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال لي النبي رؤيا مركا كان الدين سرتان دين إلى مدة قرى سلم قال يكسو دكتبال وهي الدينها كلمة مدمرة ابن عباس وين نزل في السلام حديث البخاري مسلم وحوها من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قفق شيء كهر مرصدا العيد سيبح يدون يشيء لو كانوا وين ميس ليقانه وكهر مرصدا وين ميسان ليقانه هدو موزوية كهر مرصدا أجل يمدل ليقانه وين كهر مرصدا هذا أبو أبطان مرقى إنو كهد لينه وها لغو غران كرا أركانت هذا مركا الفهمت وهي أركانت لغوين وغسع العلين دونا أركانت باب السلام وها ويا واشن وعلى مسلم مسلم إليه مسلم فيه رأس مالية سيغة وشنطا مثلا قف أيا وحو بحين أيا بقول دولار وحانو مركا قفقان وسيسين ايا كدون ايا لح تبسا وصدح جرا انو عرفضو كانو وحان كايب سيبو لاي هاي لح تبسا وصدح جرا وبشا عرفا دي كيريسو لعقت هذي نواتا ونرهر مقالا ايا نرهر ميسا وقايب سنيا إذن كان لعقت بحين ايا ee boqol hadro waxa la leeyahay muslim ba la yiraahdaa ka reer magaalka ah lacagta la siinayna muslimu ilayhi ba la yiraahdaa waxa lagu hormarsanayo neef gaal laxda tabiskaana waxa la yiraahdaa muslimu fihi ayaa la yiraahdaa lacagtan boqolka dollar ee la bixinayna waxa la yiraahdaa Soomaal ba la yiraahdaa waan kugu hormarsaday oo laxdaas aan kaaga iibsay boqolka dollar iyo waan aqbalay daasira wasiiqadii marka arkaanta markeed fahanto ayun buubab kale ku dhaadhici kara laakiin hadaan arkaanta fahmin kuma dhaadhacayo marka muslim waxaan waa kan horumarsaday ee boqolka dollar bixinaya kan boqolka dollar siinay inuu salaan waa reer miyira waa muslimu ilayhi waa kan horumarsanayo neef gaala tilmaamaya ariga laxdaata iskaayna waa muslimu fihi boqolka dollar ee la bixinayaana waa raasu maashi iyo siiqadii hada wuxuu waa huwa سلم وسلف لغة لغة أهان بمعنى واحد معنى كلية أي أهادين وهرمر أسلم وأسلى وسلم وأسلب وسلف سلم لغة أهل الحجاز بيها سلفنا لغة أهل العراق بيها لأنه wa horumarin iyo dhiibid waa lacag tan imka la dhiibaya saa lagu magacaabayo wa huwa wa salaf lugatan bimaana waahid wa islam maana kaliya wa shar'ana wa bay'u shay'in shay'ibinti mawsuufin la tilmaamay oo dhimmi fi dhimmati dhimmada qof gasaaran weeye shay ayaa la iibinaya tusalahan waa laxda aynu sheegnay waa mawsuuf oo wala sifaynaya wala tilmaamaya bidhimmati qof gaar ilmiga ah lacagta la siinaya ay dumadiisa saaran tahay wa shar'an bay'u shay wa shay ibinti mawsuuf la tilmaamaya oo fidhimma lafdhu salam aw salaf ma loo isticmaalay hadii kale salam kuma ansaxay si loo keri doono waxana yiraahdaan aqdi lafdhi makhsuus ku taagan uquuda saddexun baa jira salamka kitaabada iyo nikaaxa as-salam wal kitaabatu wan nikaahu saddexdaasi lafdhi khaas ayay leeyahay ku ansaxa uquuda indeeda kale lafdhi khaas ma leh hadaa walaa yasicu mana ansaxa iyo salamki ilaa bi ijaabin ijaab wa qabuulin iyo aqbalid ijaab waxa weeye waxaan kugu horumarsaday boqolka dollar ayaan kugu horumarsaday waxaan ka rabaa laxanka iyo cinkaasa wa qabuul iyo aqbalo qabiltu buu kii kala dhowdhanaya walaa yasuu la bi jaamin qabuul
ويصح السلام وانصح حالا اسقوا حالا ومؤجلا يسا وقت لو قبتيبا فان ادلق السلام حدو ادلاق ان عقد حالا حالا ايو كنت يا فلا صح يا دان قبنو وعشاء قولي ويصح السلام سلام كو وانصح حالا اسقوا حالا او بمعنى هذا لك لا قادن ايو oo neef gari marka lacagta laga bixinayo aan waqti loo qabannin ee la yiri haddaynu kala qaadanayna wa muajjalan isagoo la ajalayay oo la mudeeyay oo la yiri xilligaas aynu iyo bishaas iyo arrafaynu kala qaadanayna uu ku ansaxa hadda waana shaygan xaalada iyo muajjalka waa muslimu fiiga waa shay wax lagu hormarsanayo ayada raasumaasha lacagtu waa laga maarmaan in meesha lagu bixiyo raasumaasha in la bixiyo waa laga maarmaan si uu noo sheegi doono fayna atlaqa haduu waa marka xuluul iyo taajil cadaya fayna atlaqa caaqidki haduu asalama itlaqo oo waan kugu hormarsaday inuu yiraahdo in aqada xaalan درسكين قيمتي سورة هلكين وقوتشو والله أعلم فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست